اسمي حسنان حرقوس من ثانوية الإمام المهدي شاهد. نحن بمشروعنا عم نشتغل على تحويل الطاقة الصوتية لكهرباء. هلا رح عملنا تجارب وقدرنا بالمشروع انه نضوي لمبة عن طريق الصوت. وبمشروعنا هلا هدفنا الأساسي من المشروع انه نحن نوصل هذا السيستم اللي احنا عملناه على بطارية. فبهالطريقة كل شيء أصوات عم بيجي عم بيروح يشارجوا البطارية. بمشروعنا حاطين نحن كمان انه suggestions انه ينحط قدام الايربورت قدام المطار. بالمطار انه في اصوات الطيران عالية كثير ومستمرة. وبينحط باماكن كثيرة مثل ملاعب الفوتبول، الطرق العامة. وبهالطريقة احنا كل شيء هذا الضجة الموجودة اللي احنا عم تزعجنا قادرين نستفيد منها بطريقة. هو اسم المشروع جرين نويز، يعني الضجة الخضراء. هذا النويز السلبي استفدنا منه بطريقة ايجابية.